تتحول الى رياضيات بي كيو ناقص ان بي دبليو. نتعامل معها عندما كيف نعلم ان درجه الحراره ثابته؟ قلنا عندنا مجموعه شروط، انه يا اما يكون درجه الحراره ثابته، يا اما يكون الله يخليك. اذا كان الحجم ثابت الدي في ايش يساوي به؟ صفر. الحرارة بس هاي العملية مطلقة، لا ليس مسلم،